حين هزاع المنصوري، طبعا انت كنت مع فرق الانقاذ موجود هناك في المحيط معاهم، يمكن واكيد انك شفت الكبسوله وهي واصله للارض للمحيط. شو كان شعورك وشو كان دورك في ذاك الوقت؟ ويمكن تحدثنا اكثر بعد عن مهمه طموح زايد الثانيه. انت دورك في هذه المهمه مو فقط سلطان، ولكن عدد رواد فضاء اكبر على متن المحطه كمسؤول متابعه المهمه. كيف تم اختيارك وشو كان دورك ايضا؟ اول شيء نحن اليوم صراحه متنامسين برده اخونا سلطان ونشوف معازيبنا والناس كلها فرحانه، يعني هذا الشيء نحن يعني كنا يمكن قبل 4 7 سنوات هذا الشيء كان حلم وشيء ناس كثيرين يقولون هذا الشيء مستحيل. اليوم بالمهمه الثانيه نحن اثبتنا للعالم ان في دوله الامارات اذا خطوا خطوه يستمرون فيها. طبعا تعقيبا على سؤالك سعود، صراحه كنت انا في السفينه اتريا رد السلطان ومعاه على الكوميونيكيشن نسمع شو يقولون عن طريق محطات التحكم الارضيه، ونتريا يعني اللحظات اللي نشوف فيها دخول الكبسوله الغلاف الجوي والاحتراق. طبعا من السفينه المظهر مختلف، من السفينه كنا نحن نشوف الكبسوله ترتفع فوق لان انحناء الافق يعطيك منظر ان الاحتراق بعد الكبسوله تصعد للفضاء، فصعدت يعني مثل كانها كانت تطلع فوق وبعدين وقفت وبعدين بدا النزول التدريجي. طبعا هذا الجميل في انك انت تشوف الدخول الغلاف الجوي في الليل، لكن في النهار يمكن تشوف المظلات بشكل احسن. وصراحه يعني اتذكر عقب ما فتحوا بوابه الكبسوله دخلوا يكون عليهم دكاتره، بعدين دخلت انا اطالعهم اصوره واتكلم وياهم يا الرواد وشفت سلطان، فكان صراحه يعني ابتسامته تثلج الصدر يعني انه رد الحمد لله بصحه وعافيه. وكانت مهمه يعني مش بسيطه، 6 شهور في الفضاء، القيام باول مهمه سير في الفضاء، هذا الشيء يعني سطر في التاريخ للعرب باسم الامارات، وشيء يعني نحن كنا يشرفنا وكزملاء سلطان نحن صراحه فخورين فيه. طبعا الحمد لله برنامج رواد الفضاء من بدايته من 2017 من الاعلان عن اختيار او الاعلان عن اول دفعه وتدريبنا وذهابنا في المهمه الاولى والمهمه الثانيه اكتسبنا خبرات كثيره. وصلنا الى جونسون، مركز جونسون للفضاء، ودربنا هناك ولله الحمد وصلنا يعني مرحلة من الاحترافية في العمل اللي خلتنا نحن نقوم بدور مراقبين لبعثات فضائية. طبعا كأنك تكون أنت مسؤول مو بس عن سلطان، تكون مسؤول عن الطاقم اللي موجود في المحطة، عن الطاقم يعني الطاقم اللي من ناسا ومن إيسا ومن الدول الثانية، أنت كرائد فضاء إماراتي على الأرض مسؤول عنهم. فكانت تتلخص مهمتنا في متابعة جدولهم اليومي والاسبوعي، متاكد ان الجداول اللي ياخذونها بالحد المطلوب، ما نعطيهم اكثر من وقتهم المجدول لهم، نتواصل مع الدكاتره عن طريق الدكتوره حنان او الدكاتره الامريكان لرواد الفضاء ناسا، فهذا كله يصب في نقل المعرفه. نحن سايرين هناك نتعلم من الجماعه، بس مو بنتعلم كيف نصعد للفضاء، بعد نتعلم كيف ندير مهمات الفضاء من الأرض، وهذا جدا مهم. أنت ساير هناك تتعلم من الأطراف كلها، كيف تكون رائد فضاء، كيف تتدرب، كيف تصعد الفضاء، كيف تعمل عمليات سير في الفضاء، وأيضا كيف تدير العمليات الفضائية المأهولة من الأرض. وهذا بالضبط كان هو يعني تدريبي وعملي في فترة تواجد سلطان في المحطة.